نعم، عندنا يقول الشيخ كتاب العتق. العتق تملك الإنسان شيء يعني لا ينافي إنسانيته، لأنها أصبحت موجودة في كتاب الله، والإنسان يحتاج إلى التملك في أشياء معينة في الإنسان، يتملك الإنسان، وأصبحت هذه من الأمور الثابتة في تاريخ الإنسانية. والشريعة الإسلامية سعت بجميع الطرق إلى تحرير هذا الإنسان، لذلك عندنا في المذهب العتق يتشوفه الشارع، فكل منفذ يؤدي إلى العتق تجد الشارع قد شرعه. عندنا العتق في كفارة اليمين والظهار والجماع في نهار رمضان والتبرع والتقرب، من أعتق شركا له في مال يجعله، يقول النبي يعتق من النار بقدر ما أعتق من هذا الإنسان، فلذلك تشوفه الشارع. يقول الشيخ يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. عندنا أنا عندي عبيد، طبعا فكرة هذه العتق أصبح في السابق كما قال العلماء القانون لا يسري بشكل رجعي، إنما هو استقبال. فلذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على منبر عرفة وضع حدا لكل شيء، كل ما كان في الجاهلية يلغى ابتداء من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان في الجاهلية ينتهي إلى هنا، ما يأتي بعد لا شأن لنا بالجاهلية، يعني من كان له ربا في الجاهلية يسقط، من كان له دم في الجاهلية يسقط، نبدأ الآن نستشرف هذه الحياة من جديد. لذلك من كان عبدا في الجاهلية وكذا يظل عبدا. الآن التملك الوحيد للعبودية الإنسان تجوز في حالة واحدة، وهي إذا وقعت حرب بين المسلمين والكفار الأصليين، وهو باب الجهاد الذي قدمنا. فهنا إذا أخذنا الأسارة والأسرة هما جزءان، النساء والأطفال يصبحون ذراري غنائم، والرجال لهم أربع أحوال قدمناها في باب الجهاد، غيره لا يجوز. يعني لو جاءك إنسان قال أريد أن أبيع ولدي حر، والبيع غير صحيح، رجل اغتصب طفلا وباعه لا يصح، امرأة جاءت تبيع نفسها لا يصح، قبيلة غزت قبيلة، دولة غزت دولة، مسلم ومسلم، كله يلغى. واضح؟ الآن أصبح يقول العتق. عندنا جاءك عبدك فقال يا سيدي أريد أن أعتق نفسي، نقول هل هذا العبد قادر على الكسب، بمعنى أنه يستطيع أن يعمل؟ إذا كان نعم يسن أن تكاتبه، إذا كان لا يكره، لأنه إذا اعتقته من سينفق عليه، لأن أنت غير ملزم بإنفاقه. ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير، ويعتبر من الثلث. عندنا أنت يعني ما يصير تقول عبدي لفلان إلا إذا كان من التركة الثلث. عندنا ما يعرف باسم التدبير وهو المدبر، تقول لعبدك أنت حر بعد دبري، أي بعد موتي، ويكون من ثلث المال، كما قلنا أن السيد له أن يتبرع بثلث ماله. الكتابة قال وتسن كتابة من علم فيه خيرا، فإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوا، وهو الكسب والأمانة. ما هو الخير؟ الكسب والأمانة. وتكره لمن لا كسب له. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه لمنتقل إليه. عندنا العبد جاءك عبدك فقال يا سيدي أريد أن أعتق نفسي، أنت حسبت وجدت أنه تاجر ولبقا حذقا مثقفا في التجارة، فقلت له أريد منك خلال 10 أشهر في كل شهر 100 دينار، فيصبح المجموع 1000. الآن وقع ماذا؟ المكاتبة، وقعت المكاتبة، هل هو عبد أم ليس عبد؟ هو عبد، يجوز بيعه. انزين بعد 5 أشهر عجز، هو عبد، وما تقدم هو ملكي، هو لا يخرج عن ملكي. الى الان واضح؟ احتجت الى بيعه، انا احتجت الى بيع هذا العبد، بيعه
لكن أيها المشتري اعلم أن هذا مكاتب يؤدي إليك ما بقي من مكاتبتي. واضح؟ عندنا المكاتبة لا تجوز إلا بالتنجيم، يعني 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر. لما جاءك عبدك ويقول يا سيدي هذه 1000 دينار واعتقني، لا تصح المكاتبة، لابد أن تكون منجمة. الآن الولاء لمن؟ للمنتقل إليه، إلى المشتري الولاء. الآن عندنا أم ولد، رجل اشترى جارية واتخذها سرية، جاءت بحم فيه صورة إنسان، مو شرط أن يكون حي، تنتقل من الأمة إلى أم ولد. هذه أم ولد أصبح في عرف الفقهاء لها خصائص، منها لا يجوز بيعها ولا هبتها، وتعتق من ثلث المال وابنها حر. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها، أو محرمة عليه أو من أبيه، إن لم يكن وطأها الإبن. يطأها الإبن تحرم على الأصول والفروع. جاءت بما يشبه صورة الإنسان أصبحت أمة، بشرط أن الذي حملت منه هو السيد وليس مثلا من زوجها. نعم. وأحكامها أم الولد، وأحكامها كأمة، يعني ليس لها قسمة وليس لها من الحقوق، هي مثل الأمة. وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، إذن لا يجوز البيع، لا يجوز الهبة وما شابه. ومن اعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عزم عصبة النسب. هذا معنات الولاء، عندي عبد اعتقته فولاء لي، مات هذا العبد وليس له وارث، أنا أرثه وأنا عصبته. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب النكاح يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخاف، ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود، ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه. الآن عندنا باب النكاح، النكاح فيه الأحكام 5: الواجب، المندوب، المباح، المكروه، المحرم. من خشي الزنا يجب عليه الزواج، من لم يخف الزنا يسن، من ليست له رغبة في النساء يباح، من خشي أن يقع منه بعض التقصير وليس الظلم يكره إذا يقطعك عن كثير من مهماتك. أما إذا خشيت الظلم وعلمت أنك ستظلمها في حقوقها وواجباتها فيحرم. إذن الزواج يجمع فيه 5. الآن قال الشيخ: ويسن نكاح واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. حسيبة، ما المعنون بالحسب؟ اللي هو شرف الآباء، لأن في مثل يقال العرق دساس، وهذه من يراجع التاريخ يجد الإنسان ينجذب إلى بعض أصوله أو من أمه أو من أبيه، كما قال لما افتتح المسلمون أفريقيا وقتل جرجير بطريقة جميلة جدا، وهي أن عبد الله بن أبي الصرح كان عددهم 30، والجيش طوقهم بهذه الشكل، إذن أصبحوا هم دائرة وسط دائرة، فوجد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ثغرة فأخبر زعيمه بها، قال: أعطني 30 رجلا جلدا فارسا شجاعا. وانطلقوا إلى جرجير، كان جرجير جالس هكذا خلف الجيش ملك أفريقيا، فيقول فجعل 30 معهم الراية كأنهم يفاوضون هذا الرجل، فالجيش فتح لهم، فلما رأى جرجير هذا قدومهم بآلاتهم وعسكرهم انطلق، فأدركوا عبد الله بن الزبير فطعنه وقتله وحز رأسه ففضت جموعه. فعبد الله بن أبي الصرح بعث بعبد الله بن الزبير ليخبر عثمان وأهل المدينة كيفية الفتح، فرق المنبر وأخبر، فقال الزبير لابنه عبد الله: يا بني إذا تزوجت امرأة
فانظر إلى أبيها وأخيها فإن المرأة تلد أخاها وأباها، فوالله ما شبهتك على المنبر إلا بأبي بكر، لأنه أمه اسمها أسماء بنت أبي بكر. فلذلك قال حسيبة، يعني انظر إلى آبائها وأخوالها لأنها قد تنجذب إليهم في طبع أو خلق أو صفة. قال دينة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أجنبية، لأن الأقارب تضوي، الأقارب تضوي، بمعنى أن نكاح الأقارب يجعل ما يسمى الآن في عرفنا الأمراض الوراثية. وأيضا بكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هلا ببكر تداعبها وتداعبك، ولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني مكاثر بكم الأمم. الآن الرجل انطلق يريد الزواج، يقول ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر، يعني عندما تذهب إلى أن تخطب فهدفك ونيتك أنهم إن شاء الله سيقبلون، فتقول لهم أريد أن أنظر إليها. عندنا في المذهب النظر إلى ما يظهر منها، حدد الشيخ النظر إلى ما يرغب منها المباح، الوجه، الرقبة، اليد، أطراف البنان، القدم. إذن الشعر لا يجوز، لماذا؟ لأنها لا زالت أجنبية، لا زالت، لا لا انتبه، قال مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة. إلى هنا وقف، إلى هنا هذا الخطبة، أما الذي بعده متعلق بأمر آخر. عندنا تنظر إليها، الآن عندنا هذه الأشياء التي هي الوجه والبنان والأصابع والقدم تدل على ما ورائها، الوجه المحاسن يجتمع فيه، وأطراف البنان يدل على النعومة والرخص، والقدم تدل على النظافة وغيرها.